اهلا وسهلا، تابعينا في حلقه جديده من حلقات النهارده. نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وهو ازاي نسترجع رسائل الواتساب حتى لو ما كناش عاملين نسخ احتياطي ولغينا تثبيت التطبيق او اي سبب ممكن. هنتعلم طريقه حصريه موجوده على القناه بتاعتنا ومش هنستخدم فيها ولا برامج ولا كمبيوتر، والطريقه سهله جدا جدا جدا. كل اللي علينا الاول، انا هدخل دلوقتي قدامكم على تطبيق الواتساب ودويتي مثلا داشات انا عامله دلوقتي قبل التصوير، بس هي الطريقه اي مسجات كانت على الفون بتاعنا واحنا ما كناش بنعمل اي نسخ احتياطي، الرسائل دي بتتخزن في الفايل في ملف في صوره ملفات مشفره. احنا هنعمل حاجه في الملفات دهاتي وهنسترجع كل الرسائل دي. فكره الحلقه الاول، انا هاجي قدامكم هويتي وهعمل هدخل على بيانات التطبيق وهمسح بيانات التطبيق باكملها، يعني هاجي عند مكان التخزين وهعمل مسح البيانات بالكامل زي ما احنا شايفين كده، وهضغط على مسح زي ما احنا شايفينه. تمام كده، دي كانت الطريقه من تطبيق الواتس. هنيجي بقى ندخل على الفايل بتاعتنا. تمام، ومن الفايل بندخل على الجهاز بتاعنا اللي هو مكان تخزين الواتس، وبننزل لحد ما نلاقي تطبيق الواتساب زي ما احنا شايفين كده، وبندخل عليه. تمام، بندخل على حاجه اسمها داتا بيس، قاعده تخزين البيانات. تمام، هنا دي كل الملجات. انا زي ما قلنا انا كنت لسه عامل ضبط مثلا الجهاز بتاعي، فما فيش الجهاز كله كان متفرمت فما كانش فيش شتات كتيره. احنا هندخل على اصغر اسم هنا، اصغر اسم كل الملجات الاسامي الكبيره دهاتي ده حاجات هو كان عامل لها نسخ. احنا دي الفايل ده هويتي، ده معناته ان احنا كان في شات وما تعملوش نسخ. تمام، فهو متخزن بس مش هيرجع معانا ان هو ما تعملوش نسخ احتياطي. فاحنا هنغير الاسم دويتي بحيث التلفون ياخد امر ان دويتي كان فايل لرسائل معمول لها نسخ، ولما يجي اثبت التطبيق بنفس الرقم يرجعها. والفايل دويتي اللي هو اول ملف معانا اللي احنا شايفينه دويتي، دويتي بيخزن الرسائل من اول ما نثبت تطبيق الواتس بس مش معاه امر انه يسترجعها. فاحنا هنعمل له اعاده تسميه ونكتب الاسم اللي هقول لكم عليه، وان شاء الله تنفع معانا الطريقه. بعد ما حددناه بنضغط على الثلاث نقط، المهم نعمل له اعاده تسميه. تمام، وندخل على اعاده تسميه. تمام، نركز بقى في الاسم الجديد اللي احنا هنكتبه في البدايه هنا خالص، في البدايه قبل الاسم. تمام، هنغير الاسم، هنخليه باك اب سمول طبعا كتابه بي اي سي كي يو بي، يعني استرجاع للفايل دويتي باك اب، ونعمل علامه الشرطه دهياتي. تمام، بعدين بنيجي عند الجزء اللي هو سي ار واي بي تي 12 دويتي اللي من قدام خالص ده، وبنحذفه تماما، يعني بنحدد الجزء اللي قدام خالص زويتي وبنحذفه. وكمان بنمسح الدوت، انا ما حبيتش حددتها علشان اكد عليكم لازم الدوت اللي في النهايه دي تتحذف ما تتسابش خالص. تمام، بعد ما حذفنا كده والاسم بقى بالشكل دويتي زي ما انتم شايفينه. تمام، زي ما احنا شايفين كده بنضغط على اعاده تسميه او حفظ، وبيقول لك انت هل تغير امتدادات الفايل، هقول له تمام موافق تغيير. تمام، بس كده حفظنا الملف واسمه اتغير وبقى بالشكل دويتي زي ما احنا شايفين. واسيب لكم الاسم دويتي في الديسكريبشن برضو علشان تاخدوه كوبي كوبي بيست على طول في التليفون من غير ما تكتبه. تمام، هنطلع من الملفات بتاعتنا وهندخل على تطبيق الواتس. تمام، بندخل على التطبيق بنسجل برقم الفون اللي كان معمول بيه الواتس بتاعنا. تمام، بنضغط على الموافقه والمتابعه، بنكتب رقم التليفون بتاعنا، بننتظر الكود. تركت التسجيل البسيطه والعاديه خالص ما فيهاش اي تغيير، عادي احنا بنسجل في الواتس. تمام، تم التسجيل، انا هقول له متابعه. شايفين زي ما قال انا ما كنتش عامل اي نسخه احتياطيه، بس احنا لما غيرنا اسم الفايل هو هيرجع كل الرسائل اللي كانت موجوده في الواتس بتاعي، لان هو خد امر ان الفايل دويتي كان فايل لرسائل انا عامل لها حفظ. تمام، فبنضغط على استعاده وبنضغط على التالي. تمام، هنا بيجيني رسالة لإزاي أعمل عملية النسخ الاحتياطي بتاعتي تكون كل قد إيه. أنا تمام عادي نخليها يومين أو أسبوعين مش هتفرق. تمام، وهنا الإيميل اللي أحفظ عليه، هختار الإيميل بتاعي وبيرتبط مع جوجل درايف، وبقول له السماح هنا وبقول له تم. زي ما احنا شفنا بقى الشات رجع اللي كنت عامل معركه نفسي، والشتات تاني اقدم رجعت، انا ما كنتش مرتب خالص انها تظهر معايا وقت التصوير عشان كده بس مظلل الشاشه. دي كانت الطريقه الحصريه والرسميه، وما فيش طريقه تنفع غير كده. الفكره كلها هو احنا كل ما بنعمل شات الرسائل بتاعتنا بتتحفظ كواد مشفره. تمام،
ما احنا ما بنكونش عملنا لها عمليه نسخ احتياطي، فبالطريقه دهيت احنا بنقول له لا المسجات دهيتي معمول لها نسخ، بنخش نلعب في اسم الفايل اللي فيه الرسائل بتاعنا، فبالتالي الواتس بيرجعها. لكن لو الفايل بتاع الواتساب دويت كان ممسوح او كنا عاملين ضبط مثلا عن الجهاز يعني من الاخر ما كانش موجود، فبالتالي انت البيانات بتاعتك كلها اتحذفت بشكل نهائي، فمش ينفع ترجع. ده كان فيديو النهارده، احب برضو تعملوا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا. شكرا للمشاهده.